بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، اسمح لي سيادتك سيادة الرئيس أن أستعرض أمام سيادتك أهم الإجراءات اللي قامت بها القيادة العامة للقوات المسلحة منذ توجيه سيادتك إلى القوات المسلحة وباقي مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد. في إطار تلك التوجيهات يا فندم، قامت القيادة العامة للقوات المسلحة على الفور بتشكيل لجنة على مستوى القوات المسلحة، لجنة أزمة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضوية قادة الأفرع الرئيسية وقادة التشكيلات التعبوية، وأيضا لجنة خلية أزمة على مستوى التشكيلات التعبوية برئاسة قائد التشكيل التعبوي، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لاتخاذ الإجراءات وتنفيذ مهمة من أهم المهام اللي بتقوم بها القوات المسلحة، وهي تقديم الدعم والمعاونة للدولة حال تعرضها لأي أزمة. وكانت يا فندم من أهم الإجراءات اللي اتخذتها القيادة العامة للقوات المسلحة ما يلي: رفع درجة استعداد جميع مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة في محافظات الجمهورية إلى أقصى طاقة ممكنة لتقديم الخدمة العلاجية لأفراد القوات المسلحة وأيضا للقطاع المدني، بالإضافة إلى تخصيص جزء رئيسي داخل كل مستشفى يتم فيه رفع درجات استعداده ومزود بغرف رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي لاستقبال الأفراد المصابين بالفيروس، وأيضا تخصيص عدد من المستشفيات القوات المسلحة على كافة محافظات الجمهورية بشكل كامل لاستقبال الأفراد المصابين بهذا الفيروس. وأيضا يا فندم، تم تقديم كل الدعم إلى المعامل المركزية للقوات المسلحة لتقديم أكبر خدمة لتحليل حجم كبير من العينات والعمل على مدار 24 ساعة بطاقة تحليل 2200 عينة في اليوم. دعم شركات القوات المسلحة اللي بتنتج المواد المطهرة والمواد الكيماوية لتقديم المنتج ليها وطرحه في الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين، وأيضا تخصيص جزء من هذه المطهرات لصالح القوات المسلحة للقيام بأعمال التطهير لعناصر القوات المسلحة وأيضا للمؤسسات والمرافق العامة داخل الدولة. قيام هيئة الإمداد والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير المواد التموينية الأساسية وطرحها إلى المواطنين وبأسعار معتدلة لتوفيرها في كافة المحافظات، وطبقا لأوامر سيادتك يا فندم هيتم مضاعفة تلك الكميات والاحتياطيات خلال الفترة القادمة. أيضا تم تطويع دور القوات المسلحة وأندية القوات المسلحة على مستوى المحافظات بطاقة تصل إلى 15,000 غرفة لاستيعاب أكبر حجم ممكن وعزله حالة تعرض أعداد كبيرة إلى العزل. وأيضا يا فندم، كان لعناصر الشرطة العسكرية دور كبير في الإعداد والتجهيز، بالإضافة إلى عناصر التأمين اللي موجودة على مستوى التشكيلات التعبوية واستعدادها لفرض الانضباط والتأمين داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية حال تطلب الأمر ذلك. وفي نفس التوقيت يا فندم، أنا بطمن سيادتك إن تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بتعمل بكفاءة عالية ومستوى تدريبي عالي ومستمرة في تنفيذ جميع الالتزامات التدريبية طبقا لخطة التدريب السنوية، وفي نفس الوقت بننفذ جميع إجراءات الوقاية
لهذه القوات لمنع انتشار المرض داخل الفيروس داخل قوات المسلحة. أيضا بيتم تأمين الحدود الخارجية للدولة على الاتجاهات الاستراتيجية لمنع تسلل أي عناصر تستغل الأزمة ودخولها بشكل شرعي إلى داخل البلاد، بالإضافة إلى تأمين المجرى الملاحي. وأيضا هناك يا فندم أبنائك من رجال الجيش الثاني والثالث شرق القناة بيحققوا يوميا نجاحات ضد العناصر التكفيرية بالتعاون مع الشرطة المدنية. اسمح لي سيادتك يا فندم ان احنا النهارده اللي واقف قدام سيادتك ومصطفى دي بعض العناصر المخصصة لتنفيذ المهمة اللي سيادتك اوكلتها الى القوات المسلحة، وده يا فندم لا يؤثر على قيام القوات المسلحة بكافة المهام المكلفة بها طبقا للتخطيط. هستأذن سيادتك في عرض اصطفاف المجموعة العناصر اللي موجودة في مواجهة المنصة يا فندم. بيصطف 4 مستشفى ميداني متنقل، والمستشفيات الميدانية دي يا فندم لها القدرة على ان احنا نقيمها في اي منطقة ممكن تتعرض للعزل نتيجة انتشار الفيروس، وبأقل وقت ممكن وبطاقة تبلغ 502 غرفة، أيضا مزودة بغرف للرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي. ويصطف أمام المستشفى اللي في مواجهة سيادتك أبنائك من خريجي كلية الطب العسكري، وأيضا المعاهد معاهد التمريض للقوات المسلحة للمعاونة في أعمال وتقديم الخدمة بالتعاون مع الأطقم الطبية في القوات المسلحة. وعلى أجناب الاصطفاف اللي موجود قدام سيادتك للمستشفى الرئيسية 2 معمل متنقل أيضا ليه القدرة على عمل التحاليل طبقا للمناطق اللي ممكن ينتشر فيها الفيروس وبشكل فوري في نفس المكان. بقى القوات يا فندم اللي بتصطف قدام سيادتك بتصطف في مربع ناقص ضلع. ايضا يا فندم يمين وشمال المستشفى الرئيسية اللي موجودة قدامك في موجود مجموعة من الخيام اللي باللون الزيتي يمين ويسار المستشفى، ودي يا فندم تم تجهيزها كمناطق عزل مجهزة بكافة الخدمات الطبية المطلوبة في هذه الحالة. بقى القوات بتصطف على هيئة مربع ناقص ضلع. الضلع اليمين يا فندم اللي هنا بيبدأ بعناصر الخدمات الطبية، ودي عبارة يا فندم عن عربيات الإسعاف بطاقة مخصصة لخدمة القطاع المدني تبلغ 1000 عربة إسعاف. عربات الإسعاف دي يا فندم مجهزة بأجهزة الرعاية المركزة. ثم يلي عربيات الإسعاف هناك مجموعة من الأتوبيسات تم تجهيزها لعمليات الإخلاء الطبي ومجهزة بنقلات طاقة كل أتوبيس 12 حالة. أيضا خلف عربيات الإسعاف يتواجد الإسعاف الطائر، والإسعاف الطائر هنا فندم بيمثله 2 طائرة هل 117 للنقل الجوي والإخلاء الجوي. يلي يا فندم عربيات الإسعاف مجموعة التطهير، ودي الجزء الثاني يا فندم في الضلع اليمين اللي موجود يمين سيادتك في الاصطفاف. ودي عربات التطهير يا فندم اللي بيتم تنفيذ التطهير بيها سواء داخل القوات المسلحة أو داخل المرافق العامة للدولة أو مؤسسات الدولة خلال الفترة السابقة ومستمرة حتى الآن. يلي مجموعات التطهير دي يا فندم مجموعة من المركبات والمعدات اللي تم تطويعها وتطويرها خلال فترة الأزمة لتقديم خدمة عالية جدا في أعمال التطهير. هننتقل يا فندم للضلع المواجه لسيادتك في المنصة وفي العمق. بيبدأ يا فندم في اليمين بمجموعة من عربيات الإطفاء، ودي أيضا
تم تطويرها يا فندم لاستخدامها في أعمال التطهير. ثم يليها معدات المهندسين العسكريين، والمعدات يا فندم مخصصة لإقامة أي معسكرات أو مستشفيات ميدانية في أي منطقة لو تطلب الأمر تكون منطقة فيها حظر. يلي ذلك يا فندم مجموعة من عربيات النقل الثقيل اللي بتحمل الاحتياطيات من المواد التموينية لهيئة الإمداد والتموين. ثم يلي بعد ذلك يا فندم مجموعة من وحدات الخبز المتنقل واللي ذكرناها أثناء العرض، ودي عندها القدرة يا فندم إنها تنتج خبز متنقل بشكل ذاتي في أي منطقة بطاقة تصل إلى 62,000 رغيف يوميا. ثم يلي بعد ذلك يا فندم عنصر النقل، وده متمثل في 1000 أتوبيس لدعم وسائل النقل المدني، أو في حالة تعثر ذلك يتم استخدام تلك الأتوبيسات في نقل العناصر إلى مناطق العزل. الضلع اليسار يا فندم اللي في أرض الاصطفاف بيبدأ بمجموعة من العربات الثقيلة، خزانات الوقود وخزانات المية اللي بتستخدم خزانات المية لنقل المية لاستخدامها في أعمال التطهير أو تجهيزها في مناطق العزل وأيضا مناطق الوقود. ودي يا فندم عربات ثقيلة بيتراحل حمولتها من 6 إلى 50 طن. ثم يلي ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والممثل أمام سيادتك بأسطونه المتحرك اللي بيتم من خلاله يا فندم دفع المواد الأساسية لمحافظات الجمهورية والبالغ 1200 عربة بالإضافة إلى المنافذ الثابتة. والعربات يا فندم اللي موجودة قدام سيادتك حاليا محملة ب2000 طن من المواد الأساسية للدفع فورا إلى محافظات الجمهورية. وطبقا لتوجيهات سيادتك هيتم مضاعفة كميات الاحتياطي من المواد الأساسية خلال الفترة القادمة. ثم ينتهي يا فندم الضلع بعناصر الانضباط الممثلة في الشرطة العسكرية وأيضا عناصر المنطقة المركزية المسؤولة عن التأمين حال تطلب الأمر ذلك ونزول تلك القوات بالتنسيق مع الشرطة المدنية. بكده يا فندم نكون استعرض أمام سيادتك أهم العناصر اللي موجودة، وبنتمنى من سيادتك يا فندم أن يكون في فرصة أن سيادتك إن شاء الله خلال المرور نستعرض مع سيادتك باقي الأجزاء اللي ما يكونش تم عرضها. في النهاية يا فندم بطمن سيادتك وبطمن مصر بالكامل ان بفضل من الله قوات المسلحة المصرية قادرة بفضل من الله وعزيمة رجالها على تنفيذ اي مهام توكل اليها واي اوامر لسيادتك للحفاظ على مقدرات هذا الوطن. وشكرا يا فندم، واي اوامر.